ليالي الكرامة ونستمد العزمة من إمامنا الرضا عليه السلام لخدمة زواره الكرام ولخدمتكم مشاهدينا الأعزاء. يطرق على مسمع ذلك الكلام للشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه كل الأئمة رؤوفون، ولكن رأفة الرضا عليه السلام ملموسة، لهذا واقعا اسمه أنيس النفوس. في مشهد المقدسة في مقام الإمام الرؤوف نشعر بالطمأنينة التامة والراحة النفسية التي لا أرى مثيل لها إلا في هذا المقام المقدس وفي هذا المكان الأقدس. هذا صحن الغدير، يعني صحن جيد جدا وراضين منه يعني الكثير، كل اخوتنا العربي من اي انحاء العالم، هسه من الاحواز الخوزستان، من العراق، من اليمن، من كل مكان يجون راضين ان شاء الله، جو كلش طيب وسؤالات يعني ومحاضرات طيبه جدا. انا اشكر جميع المسؤولين الذي يسوون هاي المراسم، لان كل المراسم اللغه العربيه هم الرواديد هم اللي يقرون هم الخدم الواجبين الشيوخ اللي يجون للشكر من عندهم، وهذا الصحن معروف بصحن العرب. واجواء حلوه مثل ما جاي يشوفون، طبيعه حلوه والناس هنا خدمه الامام علي بن موسى الرضا من الناس الطيبين. بالنسبة لأيام السنة كلها ننتظر هذه الأيام، لأن وفود الزوار تكثر هذه الأيام والخدمة لها طعم خاص، ونظرة الإمام إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ويقبل هذه الخدمة من عندنا بهذه الأيام. ونحن لا ننساكم في كل ليلة نزور عنكم وندعو الله لكم بالتوفيق والصحة والسلامة وبزيارة الإمام الرضا عليه السلام. وكما تعلمون هذه الأيام الزوار قليلون جدا في هذا الصحن، وطبعا إن شاء الله في كل ليلتين سنكون في خدمتكم.